ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في بث المانجا الأسبوع، المقطع والجزء الخاص بمانجا بو راكو كولابا. دائما نبقى انا وانت في الاخير يعني. نعم، مقاتلين صامدين حتى النهايه. يلا نطلع، اجيب السيف ونقاتل. يلا قدام على كل احتمال يكمل بعد كينجدوم، ولا خلي بكره، ما ادري. المهم اذا مو، شوف اذا ما سويناها بعد شوي نسويها بكره المغرب نفس ال، اي ان شاء الله باذن الله. طيب نفس اليوم. شو انت عارف الفصل اللي طاف عشان انا شوي اللي طيب. اخر شيء ايش اسمه؟ ماجنا يربط السلسله في دانتي. اي ماجنا يربط السلسله في دانتي. تكلمنا عن طبعا هذه النقطه، ان التقنيه احتمال كبير تكون من زورا. زورا هو اللي معلم عليها، واستغلوا وبقوه هياط دانتي ترى، لان اتوقع ان شافوا المعركه من قبل. اي كانوا يراقبون من بعيد، وذاك يحطون على شفته لما قطع هذه الشغلات. يعني زورا ما اتوقع، يعني ما ادري، يمكن ما يفكر بالطريقه، لكن زورا يقاتل بهالطريقة، يقاتل بهالطريقة عادي يعني. فأتوقع أنه يعتمد على الخدع والأفخاخ في القتال، فهذا الواضح أنه ستايل فخ، ستايل غدرة أو خدعة، مو بغدرة، مباغتة يعني. والله صراحة يعني الحين لو أحد يجي بس يعالج جاك، أنا أتوقع جاك يقدر ينتف دانتي في الوضع الحالي. اي لا جاك والله مرعب. طبعا احد الاشخاص اللي صدمني هو جاك ايضا، انه صبر قدام دانتي ومين، صبر قدام دانتي وبالمي، مع ان دانتي كان ترى برضو يعني قاعد يطقطق. هذا احد اهم، يعني احد اهم عيوب دانتي، على عكس اخوه زينو. اي زينو ما يرحم على طول، انت عارف كان يعجبني زينو اكثر من دانتي لانه ما يرحم كلش. احب الشخصيه الهاديه. اي هادي رزيه كذا ممتاز. تراكم على خير جميعا، مشكورين على البث شباب سعيد نرى حبيبنا أريغاتو إرينييغر، متابع أول بأول أريغاتو غوزايماس. فبشكل عام يعني الفصل كان يعني طويل أول شيء، هذا شيء إيجابي جميل. ثاني شيء نعم، في صدمات ما توقعتها، صدمة ماجنو هذه أنا قاعد أقول ايش تبي جاي؟ وش وراك هذا؟ يعني توقعت انه بيستخدم الاعلانات مع زورا. اي توقعت بيسوون، ترى هذه نقطة ثانية، احتمال فعلا في القتال الان ما يكتفي بذا الشيء، انه حاليا يبدا يسوون له الافخاخ. يعني زورا اتوقع انه يعني هم فجأة ما ظهروا فجأة، هم موجودين من قبل، واتوقع ان زورا زرع له فخين ثلاثة أربعة كذا قبل. طيب سؤال، الحين ماجنا اخذ ذا، هل يقدر يستخدم القوة الشيطانية حقت؟ لا اعتقد انه سحب السحر المانا، انه يعني مو بنوع السحر، خذ القوة السحرية، الطاقة السحرية. يعني هو يحرمها منه ولا يستخدمها الناس؟ لا ياخذها منه، يمتص الطاقة السحرية حقتك ويضيفها له، بس ما يقدر يستخدم سحر تجدد الجسد ولا ذهنه، بس انه يعني سحر الحين زايد. اسم الله عليك، سحر النار يزايد قوته. هذا لما شفت البوكس اللي لك، المفروض انه لو ايش لكمة ماجنا ما تأثر على دانتي، لو ايش، بس لانه خذ 50% من قوه دانتي السحريه، اللكمه حقته البوكس حقه صار مؤثر في وجه دانتي، طير دم، طلع دم من فمه. بس ما اعتقد انه بيكتب الاشياء، اعتقد انه بيسوي تاك تيم او يعني كومبينيشن، تعاون بينه وبين زورا، فبيصير زورا يجلد. واستا برضه استا اللي يحتاج 5 دقائق، من قالوا نص ساعه على ما قال نستفيد من سحر. اي السحر الالغاء حقه الانشي، ما هو حقه انشي، شنو انشي انتي ما يا ليس انا. طيب عادي، الواحد ياكل حرب حرفين الجوع. شباب افتحوا الشات، ترى بلاك ليفر يعني المفروض عادي يعني كل اللي متابعين. فتفضل ايش كنا نقول؟ اي السحر الانتي ما هو حق استاذ تفيد، بس هل بيمديهم يوصلون لعند دانتي، ولا بيتوجهون لذاك اللي عند البوابات تحت، ولا بيقتلون الشياطين اللي طلعوا برا؟ يعني هم بيستخدمون استا، او على الاقل خلينا نقول هذا المجنون ايش اسمه؟ نختو بيستخدم سعر أستا، بيستغل أستا عشان يحقق شيء، فهمت علي؟ بس الشيء اللي هم محتاجينه حاليا أكثر من أي شيء ثاني، وعلى فكرة هذه نقطة بعد نظرية شاطئ أخذها مني، ترى في احتمال إنهم يقدرون يسرعون وتيرة أستا عن طريق سحر ميموزا أو سحر الخرفان ذيك شو اسمه؟ شارمي شارمي عن طريق الاكل ممكن تخليه يتعافى بشكل اسرع،
فيقدر يستخدم التقنية بوقت أقل، بدل ما يحتاج نص ساعة يحتاج 20 دقيقة على 15 دقيقة، لأنه بيسوي ريكفر أسرع. فهمت الفكرة ولا لا؟ إيه خصوصا إنه أكل شراب. إيه فأنا حاليا أشوف إنه دور ميموزا وتشارمي وحتى ذيك الثانية حقت الختم لو قدرت تسوي أي قدرة ختم تعالج أو كذا، الآن الحين دورهم، الحين يحتاجون يساعدون الفريق كله. الآن أنا أعتقد إيه هم فريق السبورت اللي لازم يدعمون ويعالجون المصابين عشان يقدرون يكملون القتال، ولا بينجلدون جلد مو طبيعي خلاص. كم قالوا بقى على الوقت عشان يفتح الباب اللي بعده؟ في الأصل قالها والله نخت ما أدري شات تكمن يمكن قال ساعة ولا ساعتين ما أذكر والله، قال أو إنه مو بعرف الوقت حاليا، خايف إن ذاك يطور ويسرع، بس ما أذكر حدد الوقت. ما كنهم يعني قالوا كنهم إنه باقي شوي كذا يفتح الوقت. كنا لا 30 دقيقة حق أستا مش الباب. أستا يحتاج 30 دقيقة عشان يرجع. نبي عشان يفتح الباب الثاني أو الثالث، الثاني اللي يفتحه. كم باقي وقت؟ وكرناي. ما أذكر محدده، بس إنه يعني قاعد يقول نخت إني لازم أقضي على ذاك يوم كامل. لا يا عمي وين يوم كامل؟ لا لا لا. لا لا تمشي يوم كامل. لا 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 لا. ما قالوا إيه ما قالوا كمل ما قال كويس. منطقي إنهم ما قالوا، أنا أشوف إنه منطقي إنهم ما قالوا. لأن ممكن كاتب في أي وقت كذا تشوف إن ربعنا تفوق أو قربوا ينتصرون طق افتح الباب اللي بعده ويقلب الموازين ويكمل المعركة ويخلي المعركة تحمزين. هذا اللي عشان قاعد أفكر فيه، لأن حاليا يعني في قرب من قبل الموازين لسه ما انقلبت. إيه بس المفروض إن على الأقل البوابة دي ما تفتح إلا لما أستا يستعد قوته، لأن بدون قوة أستا لما تفتح الباب الشيطان الجديد اللي بيطلع بيقضي على الموجودين كلهم. كلام سليم كلام سليم. طيب مرطوس السحر بيرجع ولا لا؟ لا أفكر. لقد ضربتني بمقتل يا اخي. يا انا مقتول من قبل خالص، بيرجع ولا لا؟ خلاص يعني انا اشوف الحركه اللي سووها تلميح على انه في احتمال يرجع، بس في نفس الوقت تحس ان حركه وسخه انه ترى خلاص رجعت لكم ماني مرجع. طيب يعني اذا انت مخبيهم في هذا الارك القوي ليش؟ متى بتطلع؟ اذا بيطلع في اخر الارك، اذا انتكبوا خلاص بينتهون يجي يفزع. ما عندي مشكله راضي، بس اهم شيء يطلع بالارك. ما يصير يعني، فهذا ارك احد اهم الاركات، اذا ما طلع في الارك من الارك اللي قبله، فاذا ما طلع الحين كامل قوته ولا رجع شو استفدنا؟ يعني حتى قوته بالحاكم ذا اللي يسوي الموازنه وليش مو بعجبتني، هذا بيرجع بكامل قوته خلاص. يمكن هذه الحين مستخدمه الاختام نيرو، هو اللي رجعت من قبل مرطور السحر نيرو. ايه ايه عم انها راحت في الشجره وتعلمت وتطورت وعرفت اصل السحر ما ادري شنو ذا، ممكن هي تقدر فعلا ترجعها. والله ممكن تصير عندها مهمه خاصه ان تفكر خاتمه وتسوي شيء، لان اساسا الاداء اللي اختمت قوته او قطع على قدر الحياه كانت مصنوع من قبلها هي مع لومير مع مرطوس. يقول لك واحد من الشات يقول هذا الارك مش الاخير. طيب اوكي اذا مو هذا الاخير وش اللي بعده؟ بيروح عالم الشياطين مثلا اذا كان بيسوي هذا الشيء. لا بس ترى العالم اوسع من الاربع ممالك، ترى يعني بإمكان يطلع برا الأربع ممالك حتى. يعني وش أقوى شيء من ملك الشياطين لوسيفر؟ وش بيكون أقوى من كذا؟ إلا أن لوسيفر يجينا هنا ويضرب مع الإمبراطور غير كذا. يعني أنا بشوف أن أستح تتفوق على إمبراطور السحر منذ الآن، يعني إذا ما شارك في هذه الحرب إمبراطور السحر أنا أشوف أستح تتفوق عليه. هل تشوف أن أستح تتفوق على إمبراطور السحر لأنه قاعد يقاتل شياطين، ولا أستا قوي حتى لو تقاتل مو مع شياطين تقاتل مع ناس عاديين؟ لا قوي مع شياطين أقوى بزيادة، لكن حتى مع ناس عاديين. أنا أشوف إنه ما فرقت مع شياطين ولا غير شياطين. أنا لا شياطين لا تأثير أقوى، لا الشياطين لا تأثير أقوى. لا ما تفرق، أنا ألغي السحر. الشيطان اللي عنده شيطان عام ينبسط. أوكي لافي ما أدري ليفي لا ليبي ولا لافي، جبت العيد والاسم وضيعت حتى من راسي. ليبي او ليبي. فعلا اتفق معك، هذه الجزئيه تعطيه قوه زياده انه يحقد وانه بسكار. بصراحه شكرا لك يا ماجد احمد اليماني على الكلام اللي برد الخاطر بالفيتو حق يونس. والله انا مسك الطبول وقام طط والله ظلموا الدين وزين. ما في ظلم يا اخوي، ما في ظلم. شوف خلني بقول احمد بالغ اكثر حتى من كنت انا ببالغ، هذا حقيقي فهمت انا. بس بالغ هذا طرف السم. لا لاني هو الكلمه الصحيحه اللي المفروض انه يقولها انه نعم. شو اسمه
يام يحتاج انه يساعد استا عشان يهزم دانتي، صح ولا لا؟ فانت خلاص حط يامي ضد زينون او ضد ميغاكلا، وحط هذه المريليون ضد زينون او ميغاكلا، ما دام البنت حط ميغاكلا مع مريليون، مريليون بتحرق ميغاكلا حرق، وحط زينون ضد يامي، يامي ينتصر على زينون. الحين انت تشوف فينجس كان يستطيع ينتصر على زينون ولا ما يقدر؟ لا ما كان يا اخي، فينجس اللي هزمنا حما فرقته كان يقدر ينتصر مع كامل الحب ولا قالها زينون، قال لو انك انت ما قاعد تعمل فرقتك كان وضع غير، تملك فرصه. اي يامي اقوى من فينجس، طيب يامي مو اقوى من فينجس، ما ليه بس اقول لك، قال لك يمكن يعني انت الحين سؤال يمكن خلي يمكن خذ كله، سؤال واضح صريح، يامي يستطيع انتصر على زينون في ذيك المعركه ولا ما يقدر اذا ما عنده هانديكاب؟ دانت ولا زينون؟ لا يامي ينتصر على زينون. لا ما اتوقع. لا والله عاد انت معلمك والله يا شيخ، شفت الضربه ذيك اللي ضرب فيها دانتي ونتفه؟ لو ضرب فيها زينون ما عنده زينون شيء، خلاص راح فيها انتهى، ما راح يخليه يجي يضربه. هذا الفرق بين زينون وبين دانتي يا اخي. انا احب يامي يا جماعه الخير، بس انا قاعد اشوف قوه زينون. انت بتخبني، انت مو مقصر حتى من امبراطور صار مقابل، انت مستنقص ومقصر حتى من يامي. يبي لك يامي يطلع جلدك يقص قص عشان تعرف. انا تهورت انا اشوف هذا وجهه نظري، وانتم احب فيها يعني. ما بالنهايه بالنسبه لي انا اشوف ان قال لنا امبراطور الصغر، انا اقول له امبراطور الصغر على دانتي يستطيع جلده، يامي على زينون يستطيع جلده، مرليونة على ميغاكولا تستطيع جلده. هذا السؤال اللي جاب الفيتو، هذا اللي جاوبنا، هذا وجهه نظري صراحه. انا ان شاء الله حقك لك، انا اشوف انهم والله الشياطين بيجلدونهم بالقوه اللي شفت لحد الحين. يعني امبراطور السحر يعني اوكي هو الوحيد اللي عنده فرصه بالنسبه لي اشوفه، اما يامي وميلاريونا ما عندي احبهم والله، بس يا اخي ذاك هو قدرته انه الجسد يتجدد، اذا انا وقفت الوقت حقه ما تجدد جسمه بس ما بقى انا سحوري يوصل، فانا مضطر. يلا يعني خلاص انا مضطر اروح عشان الحق على سحوري. فاذا بنسوي كينجدوم بنسوي بعد السحور، خلني اول شيء البث. كذا نكون وصلنا لنهاية هذا البث المانجاوي الأسبوعي اللي حق مخصص بلاك كلفر، يعني سوينا 4 مانجات الأسبوع هذا، صدقنا بلاك كلفر أقل شيء بس أقل فصل أكثر فصل بينهم كلهم. يوم يقوم زينون إيه، بس إنه زينون ما يستهين مو مثل دانتي، بغض النظر سامي أقوى منه. في الختام قولوا معاي معك الله محمد، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. لا تنسوا الاشتراك في القناة واللايك والشير، وشكرا يا علي جوكر على خير. يجيب قارئ على جوكر 5 جبت صب أريجاتو يا أسطورة.